النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الموجة الحارة التي تؤثر على المملكة خلال هذه الأيام. المحاور الرئيسية التي سنتحدثها خلال هذه النشرة هي درجات حرارة 40 متوقعة وطقس شديد الحرارة ومرهق والموجة الحارة مستمرة لعدة أيام أخرى. كالعادة نبدأ نشرتنا بصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم لتوضح خلو عموم مناطق المملكة من الغيوم وخلو عموم منطقة بلاد الشام وشرق البحر المتوسط من الغيوم بسبب سيطرة الكتلة الهوائية جافة في هذه المناطق. ننتقل الآن وإياكم إلى خرائط توزيع الكتل الهوائية من الأحد وحتى يوم الأربعاء. يلاحظ استمرار لسيطرة الكتلة الهوائية الشديدة الحرارة على منطقة بلاد الشام وشمال المملكة العربية السعودية والعراق وأجزاء من مصر. يتوقع أن تستمر تأثيرات هذه الكتل الهوائية الحارة خلال الأيام القادمة وبشدات متفاوتة، تشتد يوم الاثنين لكن تتراجع شدتها قليلا يومي الثلاثاء والأربعاء مع بقاء درجة الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. بالتفاصيل الأكثر ننتقل الآن إلى خرائط توزيع درجات الحرارة السطحية هذه المرة من يوم الأحد وحتى يوم الأربعاء. يوم الأحد يلاحظ استمرار الأجواء الحارة واستمرار تأثر المملكة بالموجة الحارة، لكن اعتبارا من يوم الاثنين ترتفع أو تسجل درجات الحرارة المزيد من الارتفاع مقارنة بيوم الأحد لتصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 12 درجة مئوية، درجة حرارة أربعينية في عموم المناطق، تكون في أواخر الثلاثينيات في المرتفعات الجبلية العالية. يومي الثلاثاء والأربعاء تتراجع حدة هذه الكتلة الهوائية الحارة مع بقاء درجة الحرارة أعلى من معدلاتها ومع بقاء تأثر المملكة بالكتلة الهوائية الحارة، لكن بالتزامن مع هذا الانخفاض في درجات الحرارة يتوقع أن ترتفع نسب الرطوبة بالمقابل وبالتالي تزيد الشعور بالحرارة خلال ساعات النهار وأيضا خلال ساعات الليل. نذهب الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تتفرق بعض الغيوم العالية مع 25 درجة مئوية. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة يوم الاثنين 39 درجة مئوية متوقعة، أما الصورة 24. يوم الثلاثاء كما ذكرنا تتراجع حدة الأجواء الحارة مع بقائها أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام 36 درجة مئوية بالتزامن مع ارتفاع في نسب الرطوبة التي تزيد من الشعور بالحرارة. أما ليلة تنخفض إلى 23 درجة مئوية، يوم الأربعاء 37 درجة مئوية، أما الصغرى تسجل 24 درجة. كتوصيات في نهاية نشرتنا ينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس ولفترات طويلة، أيضا ينصح بالإكثار من شرب السوائل الباردة والمرطبات على مدار اليوم، أيضا ينصح بعدم بذل أي جهد بدني في الخارج في مثل هذه الظروف الجوية. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.